جي نهار ويحير لك وش ديري الفطور، ادخلي اليوتيوب اكتبي لينا بان، اضغطي على الصوره وعلى بلاي ليست تخرج لك بلاي ليست تاع رمضان، اتكي عليها يخرجوا لك جميع الاطباق اللي تحبي ديريها. واختاري فكره من الافكار هذه، فيها سلطه، ديسير، بلا، خبز، كل شيء. السلام عليكم ورمضان كريم. اليوم راح نشوفوا مع بعض طبق الجبن. نشوفوا مع بعض الصوص اللي رافقتها معها. نحضروا في الاول مع بعض الصوص. درت شويه زيت ومغرفه زبده وذوبتهم على النار. درت البصله خشينه شويه، معليش باسكو من بعد ريحه نرحيها، واللي حب ما يرحيش لاصوص اللي ترافق الطبق يديرها الرقيقه. هنا ذبلتها مليح في الدهينه تاعنا وزدت لها الشامبينيون وقليتها مليح مع البصله. كي ذبلت لي مليح زدت لها الملح، الفلفل الكحل والكركم. نخلط التوابل مع بعض. كي تقليت لي مليح ضفت كاس صغير تاع ماء، نغطيها ونخليها تطيب. طاب لي شامبينيون زدت له ملعقه كبيره تاع لا كريم فريش وخليته غلا 5 دقائق ومن بعد طفيت له. هنا تحبي ترحي لاصوص تحبي تخليها. نجيو هنا نخدمو طبق الجبن تاعنا. سخنا الزيت مليح ودرت 200 غرام او حسب الكميه اللي يكون عندك ولا حسب الافراد اللي عندك. سخنا مليح الزيت ودرت الكفته طيب لي. كي دبلت لي مليح ضفت لها التوابل اللي هو الملح والفلفل الكحل والكركم، واللي حب عنده ذوق واحد اخر يدير توابل اخرى. هنا طابت لي الكفتة، نوجد مع بعض لافارس تاعها. حضرنا ربع بيضات ودرت معاهم نسبة كبيرة تاع المعدنوس مقطعة، زدت لها باطة تاع الياوت الطبيعي. ودرت لهم سنة ثوم، فلفل والملح ونخلطهم مليح. درت لها فرماج غابي ودرت لها نصف كاس تاع لا شابلور خبز اليابس باش تجيني الكفته تاعنا شويه مهويه وخفيفه. ضفت الكفته تاعنا وخلطتها مليح. جبت
المول تاعي انا جبته مدور، تحبوا ديروه كاري كيما حبيتو، ونضع الكفتة تاعنا ونسقمها مليح على السطح. نجي نخدم الطبقة اللي يجي من الفوق، لا بيشاميل. جبت 150 غرام زبدة، ذوبتها فوق النار، وضعت لها 100 غرام فارينة دفعة واحدة ونحركها. دابت مليح الفارينة تاعنا، نضيف 8 غرام حليب على مرتين او ثلاثة ونخلط، وما ننساش التوابل تاعنا اللي هي الملح والفلفل الكحل. وشدت ونفرخها فوق الكفتة تاعنا. نحكم الفرماج المبشور ونضيفه من الفوق، نغطي البلاطة ونديره في الفرن 180 درجة. قعدت في الفرن من 15 إلى 20 دقيقة وحمرت. كي نحيو قطعة تحصلوا على هذا الشكل، ورافقتها بلاصوص تاعي. ان شاء الله تعجبكم طريقتي، ونقولكم صحة فطوركم.